ورجعنا لكم دلوقتي وبيشرفنا الاستاذ فهد المضيفر عضو وفد رجال الاعمال السعودي في مؤتمر شرم الشيخ اللي اقيم الاسبوع ده. وطبعا معروف ان الوفد السعودي والسعوديه كان معاها اكبر وفد في المؤتمر، وكانوا من الوفود النشيطه واللي ابرمت اتفاقيات مع مصر. طبعا المساعدات او الدعم السعودي لمصر حاجه احنا كلنا عارفينها واتكلمنا عنها كتير. صباح الخير يا فندم. صباح النور. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، مشرفنا. وزي ما بنقول وبناكد دايما ان مؤتمر دعم وتنميه القمه الاقتصاديه كانت فكره من المغفور له رحمه الله عليه الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود، بداها وكانت الفكره. وبرغم من رحيل يعني خادم الحرمين الشريفين الا ان الفكره تحولت الى واقع بشكل كبير جدا بدعم من السعوديه وبمشاركه ايجابيه جدا. بداية الإطار اللي وضعته أو وضعه الوفد المشارك من قبل السعودية للمشاركة في مؤتمر دعم وتنمية اقتصاد مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أوافق كما أو الرؤية بداية الفكرة أن من خادم الحرمين الشريفين رحمه الله، لأن سيدي صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دعم هذه الفكرة وأطرها ودعم الوضع، دعم في المشاركة في هذا الوفد على رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز ليرأس الوفد. فكان اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحضور هذا المؤتمر وبدعم هذا المؤتمر وبدعم حضور رجال الأعمال لهذا المؤتمر، سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كان مهتما جدا بهذا الجانب، واتضح هذا من خلال الحضور الكبير لاكبر وفد سعود، اكبر وفد مشارك في هذا المؤتمر هو الوفد السعودي. ومعروف ان الاستثمارات السعوديه هي اكبر استثمارات عربيه موجوده في جمهوريه مصر العربيه، لا يستغرب هذا على السعوديين في استثماراتهم في مصر. فمن عشرات السنين من الخمسينات إلى نهاية الخمسينات والاستثمارات السعودية تتدفق على مصر ولم تتوقف في كل مراحلها. هذا الجانب اللي أنا أستطيع أن أتكلم عنه. تفضلي إذا في أي سؤال آخر أستطيع. هو نوع الاستثمارات اللي تم مناقشتها في خلال المؤتمر في أي مجالات كان في؟ طبعا المؤتمر تحدث في ثلاث جوانب. طبعا المؤتمر الجانب السياسي اظن واضح وظاهر ونتكلم فيه وهو معروف للجميع، ان الجانب السياسي والثقل السياسي اتضح لشعب مصر حضور كثير من الزعماء والحكام ورؤساء الوزارات والوزراء، 80 مشارك من 80 دوله. بالنسبه للتنوع هو طبعا المشروعات الطاقه والتي وقعت ومشروعات الاسكان كذلك وقع فيها الكثير، وكذلك مشروعات النقل، مشروعات في النقل كذلك هي الشق الجانب الثالث. ركز على الجوانب هذه لانها فعلا اعتقد انه يعني افكار هذه حينما اختار الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه الجوانب التي تلمس وتلامس احتياجات المواطن، احتياجات المواطن للطاقه في الكهرباء والطاقه في الكهرباء وال 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 مصادر الطاقة العامة، اختياره في كذلك جانب الإسكان اللي هو الجانب الذي يلامس الشاب والشابة الذين في سن الزواج وفي سن العمل، كذلك الجانب الثالث اللي هو جانب النقل وهو جانب الرجل الشارع أو المواطن البسيط والمواطنة البسيطة، وكذلك المزارع كيف ينقل منتجاته إلى السوق إلى 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 السوق إلى الأسواق التي يستطيع أن يسوق فيها منتجاته. الجانب هذا مهتم يعني كان واضح اهتمام الدولة المصرية في طرحه للمستثمرين، لأن هناك جوانب لم تطرق، مثلا كجانب التعدين لم يتطرق له، وجانب التعدين يعني اعتقد انه يجب ان ينظر اليه في المؤتمر القادم لانه هذا جانب هام وهو احد مصادر الدخل للخزانة المصرية، وهناك معادن كثيرة في هذه الدولة غنية كما هي غنية برجالها ونسائها وشعبها، كذلك غنية بثرواتها، غنية بالبترول، غنية يعني البترول إلى حد ما موجود يعني حاجة البلاد وأكثر، وكذلك التعدين أعتقد أنه
حيحقق طفرة كبيرة في مجال فرص العمل وفي مجال الثروة، إلا أنه يجب أن يكون في الصناعات التحويلية، لا يباع كمواد خام كما هو حاصل في محاجر تشيل الخام وتبعثه إلى الخارج ليعود لنا بملايين الدولارات بآلاف الدولارات. نعم بالضبط صحيح، الثروات المعدنية في مصر الحقيقة محتاجين إن احنا نعيد النظر إليها بشكل كبير جدا. لكن خليني أعرف من حضرتك يا فندم طبيعة أو انطباع حضرتك بقى على مدار الثلاثة أيام الخاصة بالمؤتمر، وطبيعة الجلسات اللي حضرتك حضرتها والمناقشات التي دارت واللقاءات أيضا سواء مع سيادة الرئيس أو الوفود العربية والأجنبية المشاركة، انطباعك إيه على مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري؟ انطباع من حيث المشاركين انطباع جدا يعني سعداء فيما شاهدوه، من أولا من تنظيم المؤتمر استضافة وتنظيم، ثانيا من كذلك من ما رأيناه من شرم الشيخ لم نراه في السابق أبدا، أنا زرت شرم الشيخ عدة مرات لم أرى كما رأيته هذه المرة، من تنظيم من وضع للضيوف بطريقة يعني تقسيم الضيوف، متابعة كذلك الضيوف. الناحية الأمنية كانت قوية جدا، يعني جانب وزارة الداخلية وجانب الجانب الأمني كان قوي من يعني من 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 دخولنا إلى المطار، فهذا كان واضح جدا بصمات لهذه اللي أعطت المناخ والجو المريح لهذا، لأن حينما نسمع من هنا وهناك بعض الأخبار السلبية في منطقة شرم الشيخ ولا وقود شرم الشيخ لأنها جزء من سيناء، واختيار كذلك أنا أعتقد أعول على نقطة أخرى، اختيار المؤتمر أن يكون في هذه الجزئية من أرض مصر إشارة إلى العالم بأن هذه الأرض ذات أهمية خاصة، وأنه مهما يعني سعى المفسدون في الأرض أن يفسدوا أمن هذه البلاد في سيناء، فهذه الأرض لن يكون لأحد الطريق إلى أن يخترقها، هناك جيش، هناك داخلية، رأينا بأعيننا كمستثمرين قوة الدولة المصرية، وهذا ما نرى أنه سيكون في المستقبل أمن وأمان للمستثمر، يجعل المستثمر يأتي وهو مطمئن. هذه مصر التي نعرفها في عشرات السنين الماضية أو في مئات السنين في التاريخ، مصر الأمن والأمان والثقة في المواطن وفي القادم إليها إن شاء الله. المستثمرين لما يجوا يستثمروا في أي دولة بيبقى فيه ليهم طلبات أو مخاوف أو أمور بيحبوا أن يبقوا مطمئنين أنها متواجدة عشان يقدروا يستثمروا بطريقة آمنة، يعني إيه هي الموضوعات اللي تم طرحها مع الحكومة المصرية والضمانات اللي بيطلبها المستثمرون عامة عشان يقدروا يدخلوا باستثمارات أكثر هنا في مصر؟ هو قضية القوانين والتشريعات، ويعني قتلت بحثا تكلم فيها الكثير يعني، لكن التوجه العام لدى الحكومة هو دعم المستثمر بالمجمل العام، والنظرة إلى أي ما يجد في موضوع القوانين وضعت، ربما يكون في بعض الأشياء الغير مناسبة أكيد أن الدولة ستعود وتنظر المستثمر ورأيه، يكون فيه مراجعات لهذه القوانين إذا كان هناك فيها عدم وضوح، لكن حتى الآن لم تطبق هذه القوانين على أرض الواقع، هي عملت أعلنت صدرت، لكن المستثمر الآن ينتظر يجي يعمل على أرض الواقع يبي يتلامس مع هذه القوانين، كيف يكون ذلك؟ في ذلك الحين حيظهر التعديلات اللي يجب أن تكون، وبكل تأكيد أنه أي نظام يوضع هو نظام يعني نظام بشري وليس إلهي، مقابل أن يكون في أخطاء أو في سلبيات تحدد هذه السلبيات والأخطاء، ويأتي القانونيون ليعملوا من خلالها بطريقة يعني بطريقة لمعالجة هذه السلبيات في هذه القوانين. تمام. دعوة السيد الرئيس لكي يكون مؤتمر شرم الشيخ للاقتصاد، وده مؤتمر سنوي. نعم. ويمكن كان في حتى تكليف للسيد محافظ جنوب سيناء بالاستعداد منذ هذه اللحظات للمؤتمر القادم بإذن الله، وأن يكون هذا المؤتمر ليس لمصر فقط ولكن لكل الدول العربية التي تمر بأي أزمة من الأزمات. هذه الفكرة وتبنيها والمشاركة فيها من وجهة نظر حضرتك؟ هذه الفكرة فكرة جميلة جدا، واختيار شرم الشيخ
كذلك اختيار موفق في هذا. شرم الشيخ تتمتع في مدينة يعني تجمع الطابع العربي والأوروبي من جانبين، كذلك لديها فيها مقومات كبيرة جدا. هذه المدينة يعني مدينة فعلا تصلح أن تكون مدينة المؤتمرات. طيب. كذلك فيها محافظ، أشكر سيادة المحافظ السيد اللواء خالد فودة، هذا الرجل الذي عمل الكثير لهذه المحافظة ويتابع الكثير، وأنا عرفته من قرب. هذا الرجل اجتهد في السابق وقبل المؤتمر، طبعا رأينا تغير كامل. فاختيار المدينة سيكون، هذه المدينة سيكون له خارطة على الخارطة العالمية، مسمى كمؤتمرات التي تعقد في باقي العالم، دافوس وغيرها من هذا. فسيكون هذا الاختيار لأن يكون سنوي سيكون له صدى كبير، وأرجو أنه يكون محدد الأهداف أكثر، هو أطلق على بشكل عام أن يكون هناك يعني للأزمات الاقتصادية الخاصة في أو التي يعني تظهر على منوعكات اقتصادية لدى أشقائنا العرب، هذا جيد. كذلك يوضع فيه أو يدخل عليه أي مداخلات أخرى، بلا شك ستكون مشاركة في الفترة القادمة أكبر مما كانت مما هي عليه الآن السنة القادمة مارس العام القادم إن شاء الله. وللأسف وقتنا خلص. أستاذ فهد المضيفر، عضو رجال أعمال وفد رجال أعمال السعودي في مؤتمر شرم الشيخ، شرفتنا النهاردة يا فندم. أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأشكركم على كل خير إن شاء الله، دائما نلتقي. منورين الدنيا دايما، وبنشكر وجودكم معنا في المؤتمر وفي كل الأوقات بإذن الله. شكرا لحضرتك. هناخد فاصل، بعد الفاصل تعالوا نتعرف على مشروع من أهم المشروعات اللي بتهمنا كلنا كمصريين، وهو مشروع الضبعة. إيه اللي هيتم في مشروع الضبعة في الفترة القادمة؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل مع حضرتك.